أجمل تحية مشاهدينا الأعزاء مع بداية حلقة جديدة من محطات فنية. والآن مشاهدينا الأعزاء نصل معكم إلى محطة الضيوف، وبيسعدنا أن نستضيف في حلقة هذا الأسبوع الفنانة خفيفة الظل انتصار الشراح والفنان المطرب محمد البلوشي. أهلا بكم معنا، بيسعدنا أن احنا نلتقي بكم من خلال برنامج محطات فنية ومن خلال هذه الفقرة اللي هي خصصت لفقرة لعبة المعلومات. مستعدين؟ نبدأ بالأخت انتصار. يلا. أنا شايفاكي تضحكي. أضحك حق الحين. ده ضحك بقى قبل البداية، يعني متخوفة من اللي جاي. يعني ده غلط، سامحوني. لا إن شاء الله ما فيش حاجة. طب أنت ربة بيت كويسة، يعني نقدر نقول إن أنت طباخة ماهرة ومتذوقة جيدة؟ أيوة، قصة الحوش جيدة. والله. طيب هو السؤال خاص بالمذاقات. لا. السؤال خاص بالمذاقات الأربعة اللي بإمكان الإنسان إن هو يميزها، عندك فكرة عنهم؟ الملح. أيوة الملوحة. أيوة. صح. ها وال هم أربعة. الحامض. أيوة اللي هي الحموضة. والمرورة. المرارة. الحلو. أيوة الحلاوة. بس. صح مظبوط. نقول السؤال لأخ محمد. بس لا يكون صعب. لا مش صعب. لا ما اعتقدش انه صعب. الصقر يرى على بعد 20 كيلو متر، صح ام خطا؟ انتصار اذا كنت عارف الاجابه تقدري تدخلي عليه وتاخدي منه النقطتين. والله انا ما اعتقد. صح صح مظبوط، هو صح. يبقى نقول اول سؤال في تعادل، درجتين. مبسوطه انت بالاجابه المظبوطه. لا بس هذا قشيش، بس هذا والله. طيب نشوف السؤال اللي وراه. يلا تفضل. طبعا اسم هيثم عموما منتشر جدا عندنا هنا في الدول العربية، في عندكم فكرة عن معنى اسم الهيثم؟ ماذا يعني هيثم؟ انت صار تعرفي او استاذ محمد؟ والله يعني هو الاسم يعني يقولون يعني نذكر حق تقريبا اكثر شيء المصريين يمكن، او يمكن الخليجيين ما اعتقد يعني. والله يعني هو يعني عندنا احنا اكثر. إيه؟ يعني تبي معناته انت الحين؟ معنى الاسم نفسه. انت صراحه انا بغلبك. انا بقول صح غلط. تفضلي. ولد النسر. ايوه ابن النسر او العقاب. خلاص مظبوط. طب احنا يبقى نقول السؤال ده اتفات على اخ محمد، نديله سؤال تاني غيره على اساس يبقى في مجال للتعادل. ده سؤال فني الحقيقه، واعتقد ان شاء الله انك هتقدر تجاوب عليه. بالنسبه للموسيقار بيتهوفن، في اواخر ايامه اصيب بعاهه كبيره، فهل عندك فكره ما هي هذه العاهه؟ و صار أطرش وما كان يقدر يتكلم هي انتصار الحقيقة. وعلى ما أعتقد بعد العاهة الأخيرة آخر حاجة يعني أصيب بها قبل الوفاة، ما كان يشوف في أواخر أيامه. هي في الحقيقة انتصار عندك فكرة؟ هما ثلاثة. هو قال ثلاثة، أنا قصدي تحدد لي آخر عاهة أصيب بها قبل الوفاة. العاهة النظر، السمم. هو السمم. ايوه والنظر بعد كمان. هو النظر ده اعتقد انه اصيب بيه قبل قبلها بفترة. خلاص ماشي. صح. خلاص نقول صح. لا زين انتصار تديني يعني وياها. الحقيقه هي متسابقه متعاونه جدا. طب الحقيقه انا يعني الموضوع ده مش عارفه من وجهه نظركم، يعني شخص مصاب بكل هذه العاهات، اهم حواس الانسان بيستخدمها في التعبير عن احساسه او عن الفن اللي بيقدمه، ازاي هذا الشخص الموسيقار العظيم اللي قدر ان هو يمتعنا بموسيقته وبسيمفونياته اللي احنا استمتعنا بها، ازاي قدر فعلا يستمر في حياته بهذا الشكل؟ وعلى ما يعني كان السيمفونيه الاخيره كان يعني اصلا مهم كان يكتبها يعني عارفه.
يعني بالإحساس عارفة. أيوة. يتخيل يعني في أكثر من الملحنين يعني أو الأساتذة الكبار من الملحنين ما يجي مثلا يمسك العود ويلحن، لا يأخذ الكراسة بتاعت النوتة. أيوة. ويكتب يلحن وهو يكتب يعني عارفة يعني بدون آلة بدون أي حاجة. بس ما أدري أعتقد أن أخ محمد لأنه هو بالأخير آخر شيء حصل يعني الصمم. بس النظر والنطق ما أعتقد يأثر على التلحين كذي يعني. إحنا هذا نقول إن حاسة الفن عنده كانت عالية جدا لدرجة إنه هو قدر يتغلب على كل المصاعب اللي أمامه وقدر إنه هو فعلا يمتنع بهذه الموسيقى. طيب انتصار، عندك فكرة عن المؤرخ الإغريقي اللي لقب بأبو التاريخ؟ غلطي مرة أبو. هي مش عايزة تغلط. هي قالت لي أنا لازم أكسب. ما أعرف. ما أعرف. شوفت كودة. هذا ليك السؤال بعد. يلا ما عندكش فكرة طيب أنت؟ أنا حارة. لا والله أنا الحين أنت وجهت السؤال حق انتصار. ما هو أنت لو تقدر تاخد منها درجات يبقى طبعا أحسن زين يعني. زين زين أنت أنا مقششتك بس زين. يلا راح درجتين. طيب إحنا نقول الإجابة هو هيرودوتس. اسمه صعب صح. شفت أكوك ما أقدر عليه. يعني لو تغششيني هم بعد ما رايقة. طبعا لحد الآن النتيجة التعادل 4 انتصار و4 محمد. قبل ما نكمل بقية الأسئلة في طبعا عايزين ندردش شوية معاكم عن الفنان محمد البلوشي، آخر أخبارك الفنية؟ والله آخر أخباري طبعا عملت لحن لمحمد الحلو نزل في السوق اسمه على كيف كيفك. أيوة. وكلام الأخ ساهر في لحنين عملهم لمطرب من الإمارات محمد المازن من كلمات الأخ ساهر، في لحن لمطرب جديد فايز الشريدة عملت الأغنية ونفس الشيء بعد كلام الأخ ساهر. طبعا أعمالي أنا يعني إن شاء الله راح تنزل في بداية بعد طبعا إجازة الصيف في انتاج جديد يعني ان شاء الله. ان شاء الله بس قريبا ان شاء الله. هو يعني تقريبا شبه خالص بس ظروف يعني السوق يعني والناس اكثرها يعني يعني اكثرها بتدرس والطلبه يدرسون الناس مسافرين كمان مسافرين وهذا فينزل يعني في بدايه الشهر 10 او 11 تقريبا ويكون الجو يعني رحوم ان شاء الله. ان شاء الله. طيب احنا طبعا قبل ما نطلب منك ان احنا نسمع منك اغنيه سواء كانت من الانتاج الجديد او من الاغاني القديمه، الحقيقه في هو اتهام بس مش انا اللي بتهمك. الاتهام بيقول الفنان محمد البلوشي تقريبا في كل مناسبه، طبعا هو بيحاول مشكورا ان هو يشارك في هذه المناسبه بلحن جديد، لكن بيقال ان كل هذه الالحان خصوصا في الفتره الاخيره كلها متشابهه، فهل انت فعلا بتشارك لمجرد التواجد الفني ولا انت عايز تشارك عشان تضيف لحن جديد؟ والله طبعا هي المشاركات اللي انا شاركت فيها يعني بالتحرير وقبل التحرير تقريبا يعني يمكن كم هائل يعني من الالحان يعني، وبعدين لا تنسى ان اكثر اغاني اللي في المناسبات نزلت كلها الحاني تقريبا. ايوه مزبوط. فلا بد ان يعني الانسان لا بد ان تشوفين فيه مثلا ميزه ان بياخذ من عنده عارفه شلون يعني بياخذ جمله او تيمه لان هي روحه يعني تنسب اليه عارفه. ف بعتقد انه ممكن الايقاعات يعني نفس الشيء تكرار ايه الايقاعات ممكن يمكن الاتهام اللي انا سمعته كان الموجه كان على المسرحيات اللي نزلت وكانت هي مسرحيتين اللي كانت ابطال السلاحف ونزلت في بعد مخروش طاح بكروشك، هذول انا كنت عاملهم في نفس الشهر يعني انا كنت قاعد اعمل مخروش وجاني الاخ عبد الرحمن العقل في الاستوديو وانا قاعد اشتغل يعني فقال لي محمد انا ابيك يعني وتشتغل معي
فتدرين في وقت وصديقة يعني عزيز عليك، فما تدرين تقولين لا لا يعني. ويعني كنا يمكن خذناها يمكن في يومين لحن المسرحية، ولاقت نجاح يعني من ناحية الأطفال بيرددون الأغاني كلها وبيمثلون المسرحية، إلى جانب الأغنية اللي هي كويتيين كانت لمسرحية مخروش، صارت فيها اللي هي الكلمة اللي هي يعني مثلا من عصبة الأشرار خذت أنا ثاري هي، هذه جملة يعني جملة واحدة شعبية عارفة تنخدم في كل الأغاني يعني، هاي مو شبه أو تقليد. معلش إذا سمحت لي أقدر نقول مثلا أنه كثرة انشغال الفنان بعمل أكثر من عمل في وقت واحد ممكن ده يؤدي إلى تشابه الأعمال اللي بيقدمها في هذه الفترة؟ طبعا أكيد لابد أنه يصير في شبه بين التيم وال لأن عايش في نفس المود عارفة يعني. أنا في أغاني مسرحيات ومسرحيات يعني يعني بعض مرات بقعد بيني وبين نفسي بغنيها يعني بستانس منها عارفة، وبتعطيني يعني أفكار وتعطيني أشياء يعني كثيرة. لسه إيه رأيك في الموضوع ده؟ لسه هسألك إيه رأيك في الموضوع ده؟ يعني كل الكلام اللي قاله محمد بالنهاية إحنا نقول محمد البلوشي إحنا نحبه ونحب ألحانه أكيد طبعا، ونميزها من نسمعها نعرف إن هذا لحن محمد، والكل كبير وصغير حتى الشياب وحتى العيايز مستانسين من ألحان محمد. وأنا أطلب من أي ناقد لما يكتب أي نقد يعطينا الأحسن البديل، لا يبس يكتب هي إحنا نعدها كشتيمة يشتمنا يعني بالنقد، لأنه ما يركز على لما يعطينا النقد ما يعطينا البديل الأحسن بس ينقد ويسكت، فهذا غلط. بعدين يعني إحنا نقول بالنهاية كلنا فنانين. يعني أنا يمكن نزلت أكثر من أغنية ناجحة وصراحة يعني في أيام الأزمة، يعني هذا اللي نقدني ولا مرة يعني مدحني فهذا يعني يبين أن عملية. وأنت أكيد يعني فنان محمد غني طبعا عن التعريف، وأعتقد أن كل الناس زي ما قالت الأخت انتصار عارفة أغانيك وبترددها الحمد لله. يعني أنا أقول العفو يعني الطفل لما يردد للحن أي إنسان صدقين الطفل ما يجامل، فأكيد هو الطفل حابه، طالما أن الطفل حاب يعني يحب يعني أكيد اللحن زين. فأنا أهني محمد وما عليك من الحصاد. طيب أدي تشجيع من الفنانة انتصار دي. طب انتصار بالنسبة برضو للسؤال اللي أنا طرحته على الفنان محمد، أنت طبعا كان ليكي مشاركات في بعض الأعمال بعد التحرير مش كده؟ في قبل التحرير وفي بعد التحرير. إيه بعد التحرير المشاركات اللي شفتيها؟ بعد التحرير في عندنا سهرة سويناها من تأليف محمد رشود وإخراج نجف جمال اسمها القافلة تسير، أنا قمت فيها بالدور والفنان عبد الرحمن العقل، والحمد لله أن الكل يعني شكرنا على هذا العمل. بس يعني أما الحين ما سويت، وبعد في سويت مسرحية اللي هي لولاكي تو اللي هي نتحدث ما تحدثنا عن يعني شو أقول لك يعني عن الغزو وآلام الغزو، لا تحدثنا العواقب اللي كانت بعد الغزو شنو صار، يعني العائلة شلون تفككت، الأب شلون والأسرة كانت متحدة وتفككت وانفلت، فهذا يعني كان موضوع لولاكي تو. يعني كانت لك مسرحية واحدة بعد التحرير. طيب إيه رأيك في الكلام اللي كتب على الأعمال المسرحية خصوصا اللي قدمت على المسرح بعد التحرير؟ قيل والرأي طبعا للناقدين انه الاعمال دي من وجهه نظرهم اعمال هابطه او اعمال غير صالحه، فانت ايه رايك الأحسن في الكلام ده؟ قبل لا تكملين اقول لك خلي يعطيني الاحسن وانا مستعد اقوم فيه. اما يقول لي ان العمل هابط، طيب انت ناقد بامكانك تكتب، اكتب وعطني الاحسن وانا ذاك السالم من اقول لك لا ما ابي اشتغل فيها العمل، اكتب قول ان هذه الفنانه ما تقوم الا بالاعمال الهابطه واعمال تجاريه للفلوس والمواد ولكذا ولكذا ولكذا. اما انك تكتب هذه انا عدها كانها عداوه شخصيه صايره بيننا وبينهم بس نقده بس ما يصير. بتهيالي ممكن مثلا لو الفنان او الفنانه مثلا بيقراوا نقد معين من نقد معين، ايه المانع انه يتم الاتصال بين الناقد وبين الفنان وتناقش هذه المشكلة بينهم ويتم طرح البديل؟ لا هم لما يكتبون النقد ما يراون شويهم خلاص، يعني بالبداية قبل لا يكتب تلقينا يوميا يتكرر على المسرحية يوية ويحضرها ويشوف ويتابع وبدون لا يتكلم، من يكتب لك النقد ويبتدي يشرشح فيك على قولتهم خلاص بعد ما تشوفين وجهها خلاص
احنا الموضوع ده الى حد ما نقول ان هو شائك وعايزين نبتعد عنه شويه. يا ريت يعني ما اقطع كلامك بالخير، يعني يا ريت ان الناقد يكون يعني ممثل في التمثيل او يعني عنده خلفيه عن الاخراج، ناقد متخصص يعني. إيه؟ احنا ما عندنا مثل الحين احنا فنانين ما عندنا ناقد موسيقي. بالعكس انا ارتاح مثلا يجيني واحد مثلا من الموسيقيين يقول لي مثلا عندك مثلا الشغله الفلانيه كذا كذا. يعني احنا الناقد هو الاول الجمهور، نجاح الفنان هو الجمهور يعني. ويا ريت يعني يكون مثلا ناقد في اي جريده يكون لا صله مثلا في الفن او عنده خلفيه في الموسيقى. اعتقد في نقاد متخصصين كتير عندنا في الساحه يعني. اعتقد ما اعتقد ان في الجرايد يعني ما اعتقد. طب عموما احنا نطلع بقى من الموضوع ده شويه، حصل في توتر في لا بالعكس احنا مو ما في اي توتر بس ان احنا بشر، ما احنا معصومين من اي غلط طبعا، ولا احنا مرايه نفسنا نشوف نفسنا. اللي عنده اي ملاحظه اي يقولها بطريقه حبيه توجيه الدعوة بقى للجماعة من خلال محطات فنية. ولا أنا أقول لك يعني مثلا الناقد يعني أنا أقول لك يعني صراحة يعني ليلة الخبر اللي أنا شفته يعني ما جوني إلا في ناس يعني اللي هم مش حابين الشيء الزين لي أنا، فبيجوني إن الجريدة الفلانية كاتبة عنك كذا وكذا وكذا. زين أنتوا يا شباب اللي أنتوا يعني في اشياء زينه قاعد تنذكر في الجرايد وهذا ما تجون مثلا الا مثلا الشيء المزين يتكلمون عنه يقصدونه في إيه؟ كاحباط يصير اي. فبالعكس يعني هذا الشيء هم يزعج الفنان بس هم لا بس احنا ترى معنوياتنا عاليه. إيه انا طبعا. اعتقد حتى كمان لو كان في نقد مثلا سواء كان بالايجاب او بالسلب للفنان ده بيدي حافز على ان هو يعطي المزيد من الاعمال. طب انا اعتقد ان احنا بقى ننتقل للسؤال الجاي، مستعدين بعد الدردشه دي ولا مستعدين؟ طيب انا هوجه السؤال عموما، مش هحدد طبعا اسماء، واذا كان في الاجابه عند من سبق لبقيه. ايوه. طيب السؤال بيقول اقدم مسرحيه كتبها الفراعنه، هل عندكم فكره عن اسم هذه المسرحيه؟ ترى انا عارف اقول هي اسمها في نص اسمها انتصار حورس. ايوه نص انتصار حورس. طيب احنا نحسب السؤال دوت ليكي. اي اكيد. طيب السؤال ليكي درك. اسئله مسرحيه عندها يعني عندها خلفيه طبعا بحكم دراستها. من هو الموسيقار البولندي الذي لقب بشاعر البيان؟ ده سؤال فني بقى اعتقد ان انت درست تجاوب عليه. انا ما اعتقد هايدن. لا لحظة شوبان. أيوة مظبوط صح مظبوط. تعادل الحين كده في لحد دلوقتي متعادلين، ما فيش حد عنده علامات أكتر من التاني. صار طالع فوق فجعي. متهيألي إن إحنا سببنا لكم صداع بكثرة الأسئلة مش كده؟ سمعنا شيء محمد. طب قبل ما ندخل في السؤال الجاي نسمع طبعا حاجة من الفنان محمد البلوشي. أنا راح أسمع حاجة قديمة ولا حاجة جديدة؟ والله راح أسمعكم أغنية راح تنزل يعني في مهرجان تتكلم عن عن البحرين. تفضل كلمات وطبعا ألحانك. كلمات الأخ راشد برسلي. أيوة. وهذا يعني أول تعامل لي معه وطبعا من ألحاني. البحرين شلا بلاني هو البحرين شلا بلاني يسهرني والسهر صار لي عاد يسهرني والسهر صار لي عاد من عذار العين بدا سقاني من عذار العين بدا سقاني كل عطشان ترى رشفة مرادة كل عطشان ترى رشفة مرادة هوى البحرين شلا بلاني هوى البحرين شلا بلاني
يسهرني والسهر صار لي عادة، يسهرني والسهر صار لي عادة، من عذار العين بدا سقاني، من عذار العين بدا سقاني، وكل عطشان ترى رشفة مرادة، وكل عطشان ترى رشفة مرادة. الله، الحقيقة الأغنية جميلة جدا. دي تشترك فيها في مهرجان؟ في مهرجان راح ينزل من يعني مع مجموعة مطربين. أيوة. والكلام من طبعا الشريط يحتوي الكلام كله من الأخ راشد بروسلي. راشد بروسلي. ومن ضمن العمل الأغنية. إن شاء الله نتمنى لهذا المهرجان. إن شاء الله. بإذن الله. بإذن الله. إن شاء الله. طب بمناسبة بقى الصداع وبمناسبة كثرة الأسئلة اللي إحنا أثقلنا عليكم بيها النهاردة، عندكم فكرة عن متى تم اختراع أو ظهور الأسبرين؟ أنا ما استعمل الأسبرين والله. طبعا. حتى لما تكوني مصدعة؟ ما استعمل. إيه قولينا طيب عشان نستعمله. والله طبعا أنا يمكن قبل اللقاء استعملت بنادول وأسبرين. يا دي مش دعاية بس الحقيقة. لا أنا إذا كنت يعني في صداع أو لازم استخدم الأسبرين. في المفروض انك لازم تجاوب السؤال. طبعا. يلا جاوب. هو الحين 1800 يعني. انا بعد ما انولد ما والله. طيب هو الحين سؤال صعب يعني. سؤال صعب. صعب اي حاجه صعوبه. اه والله فعلا. طب احنا نجاوب السؤال ده. هو طبعا كان 1897 العام اللي تم فيه اختراع الأسبرين. حتى محمد ما كان مولود. والله أكيد طبعاً 1897 ما نعرف. طيب تحبوا ناخد استراحة نشوف المخرج جواد دشتي هيحط لنا إيه من خلال محطات فنية ونرجع تاني نكمل؟ يلا نرجع. نرجع. لا ما يجوز تحرمني من حب قلبك بغير يفوز وانا امتلك قلبك، وما يجوز لا ما يجوز تحرمني من حب وقلبك بغير يفوز وانا امتلك قلبك، لا 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 يا حبيبي لا ما يجوز، لا 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 يا حبيبي لا ما يجوز. حبك من الأول ملكي أنا وحدي، غريب يتحول وينقلب ضدي، شلي استجد وصار ناوي تعذبني وأبيني بالأخبار وبجد كلمني، شلي استجد وصار ناوي تعذبني وأبيني بالأخبار وبجد تكلمني، لا 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 لا, لا يا حبيبي لا ما يجوز، لا 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 يا حبيبي لا ما يجوز. Thank you.
دقة في قلبك كانت تكلمني تقول أنا أحبك تقصد تجنني كل دقة في قلبك كانت تكلمني تقول أنا أحبك تقصد تجنني كل دقة في قلبي كانت تكلمني وتقول أنا أحبك تقصد تجنني كل دقة في قلبي كانت تكلمني وتقول أنا أحبك تقصد تجنني شل استجد وصار ناوي تعذبني واصل بالأخبار وبجد تكلمني شل صار وفيني بالأخبار وبجد تكلم لا 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 يا حبيبي لا 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 يا حبيبي لا ما يجوز تحرمني من حبك قلبك ما يفوز وانا امتلك قلبك ما يجوز لا ما يجوز تحرمني من حبك ونعود معكم مرة أخرى مشاهدينا الأعزاء مع الفنانة انتصار الشراح والفنان محمد البلوشي لنكمل معا بقية لعبة المعلومات. إحنا كنا وصلنا لنتيجة التعادل بينكم 6-6 مظبوط؟ إن شاء الله فوز عليك إن شاء الله. طيب نقول بقى السؤال الجاي ماذا يقال للرجل الذي يصل إلى مراتب الشرف بجده واجتهاده وكرم أفعاله؟ رجل عصامي. يا إجابة سريعة دي. أنا أخذ منك سؤال. طيب نقول هنا 2. سؤال لك يا أخ محمد. إذا جاوبنا إحنا 2 مع بعض. يبقى مناصفة يبقى ناخد هنا 1 وهنا 1. إيه لأنه هو على ما يفكر اللي أنا قلت خلصت. سريعة البديهة يعني. السؤال للأخ محمد من هو عميد الأدب العربي؟ أعتقد سؤال سهل يعني جدا سهل خلقوا مع بعض لا هو المرة دي سؤال لي طه حسين خلاص هو خلط فعلا طه حسين مظبوط مش محتاجة يعني طبعا انتوا الاثنين تقولوها مع بعض مش محتاجة خلاص طيب لحد الآن برضو في تعادل فطبعا احنا ما نقدرش ننهي الحلقة كده بالتعادل يعني ايه رأيكم انا عايزة اسيب لكم المجال انت والفنان محمد البلوشي اذا كان في عندك سؤال تحب تسأليه للفنان محمد البلوشي ونفس الشيء بالنسبة للفنان محمد البلوشي لو في عنده سؤال يسأل لا أنا ما بيغلبه ليه؟ طب هو عنده سؤال أعتقد هو قال لي في سؤال حيسأله عزيزة علي انتصار يعني ذاتي أنا أطلع منها خروجي منها ما ودنا يعني نخسر بعض على سبت يعني ما يصير يعني ما فيش عندكم أسئلة تحبوا توجهوها لبعض؟ لا والله أنا عندي سؤال أسئلة فنية يعني أسئلة فنية مش نسأل أسئلة صعبة يعني ما أدري أنا أمس تقريباً أو اليوم يمكن يعني من الأيام اللي طافت شفت خبر إنه راح تشاركي مع داود حسين في قطر فما أدري يعني كافي كم سنة أنا ما اشتغلت وياه بس يكفي ما يصير يعني داود يعني الواحد وده يعني يشوفكم يعني مع بعض و طبعاً استمتعنا الحقيقة بالأعمال في الأعمال اللي مع بعض إن شاء الله يا رب نرجع الثنائي مرة ثانية إن شاء الله بس هو في عمل بقطر عندنا مسرحية اسمها زواج بالكمبيوتر لا زواج بالفاكس وراح نقدمها إن شاء الله بشهر 10 أنا وداود في معنا بعض الفنانين القطريين راح يشاركونا وإن شاء الله يا محمد من هنا أنا أقول لك أنا أعطيك 5 تذاكر تعال هنا إن شاء الله دي دعوة طيب وأنا كمان خلاص طيب خلاص الإجابة كده استكفيت يا محمد من الفنانة انتصار بهذه الإجابة والله تقريبا بس أنا أشوفها يعني الأيام صايرة سمرة من البحر الدنيا حر بقى طيب تحب توجه سؤال للفنان محمد البلوشي أنا أقول له سؤالي أقول له لا تروح تسبح بحمام سباحة لا يمرض لا إن شاء الله طيب طبعا الحقيقة احنا مش عارفين في تعادل دلوقتي فاعتقد انه الهدية هتكون مناصفة بينكم فايه رأيكم تختاروا لنا ايه هدية ليكم من خلال شاشة محطات فنية والله طبعا طبعا بالتشاور بينكم لان انتوا الاثنين فزتوا يعني نعم نختار مسرحية لازم محمد الاول يتشاورون كل شيء وين الميكروفون
عفوا معاك فايدة. ترى والي مسرحية نختار. مشهد فكاهي مسرحية. مسرحية إيه؟ تحددوا لنا مسرحية معينة تحبوا تشوفوها. خلينا نشوف. أنا سمعنا صوتك، خلينا نشوف شغلي شوية. وبالنيابة عنكم مشاهدينا الأعزاء بنتوجه بالشكر لضيوفنا الفنان انتصار الشراح والفنان محمد البلوشي، بنشكرهم على تلبية دعوتنا وحضورهم معنا في محطات فنية، وبنتمنى لهم إن شاء الله التوفيق في جميع أعمالهم القادمة. احنا نشكرك طبعا في نهاية البرنامج، ونتمنى لكم التوفيق والنجاح إن شاء الله. شكرا. ميرسي. العفو. أهلا بكم معنا، وإحنا شاكرين جدا لحضوركم وتلبيتكم دعوتنا. شكرا.